تمام، بدأ هو يدخل على الليثيوم باتري ديفلوبمنت النيسان، يعني نيسان حصل فيها تطوير في موضوع بطاريات الليثيوم ايون باتري. ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي حصل؟ بيجيب لي التطور التاريخي بقى بتاعهم. هو بيقول لك في سنة 1992، وده أهم قسم بيسموه الريسيرش أند ديفلوبمنت، الناس اللي بتعمل بحث وتطوير، تمام؟ بدأوا هم في 92، شوف تخيل هم بقى في نيسان من 92 بتشتغل على الليثيوم ايون باتري في السيارات الكهربائيه او في الاوتوموبايل ابلكيشن. في 91 او في 92 عملوا ريسيرش ستارت وبداوا يدخلوا على بطاريات الليثيوم ايون، عملوا اول اكسيد الكربون سي او تايب، عملوا منه سيلندريكال تمام سيل اللي هو اللامينيتد، يعني هو عمل السي او تايب اللي بيسموه ام ان تايب تمام، ده في بدايه 92. راح عمل نوع مدور تمام منه اللي هو ده سيلندريكال، وبعدين عمل اللامينيتد، معناها الترجمه الحرفيه ان هو ايه، بطاريه مسطحه، لامينيتد سيل ان هو فرد البطاريه عشان يقدر يحطها في كذا. يعني هنا ايه اللي عمله؟ البطاريه دي بطاريه مسطحه من الليثيوم ايون تمام، قدر يحط اربعه، اثنين توالي واثنين توازي، يحطهم في باكج واحده وياخد في الاخر الطرف الموجب والطرف السالب بتاعه تمام. فبدا يعمل اللامينيتد تايب اللي هو الشكل اللي انت شايفه ده. بدا بعد كده يركب بقى في الالكتريكال فيكل تمام، بدا يطلع هو البارل الكتريكال فيكل والالترا الكتريكال فيكل، ده بيحكي لك لحد 2000 ولا 2000 بدا يتحرك فيها، وبدا يعمل الهايبريد تمام، وعمل الهايبريد الكتريكال فيكل والفيول المشتركه دي اللي كان اساسها بنزين وفيها جزء كهربي، مر بقى بتينو اتش اي في و03 و05 والكلام ده، لحد ما وصل لبدايه تصنيع النيسان ليف في 2010، وكانت هي سياره باتري الكتريكال فيكل. يعني ايه؟ ما فيهاش محرك اي سي اي انجن، ما فيهاش المحرك بتاع الاحتراق الداخلي، كلها كهرباء. يعني الموتور الوحيد اللي موجود فيها موتور كهربي اللي احنا اتكلمنا عنه ده، اللي هو تمام اهو 280 نيوتن متر و80 كيلو وات، وبتديني 10390 لفه في الدقيقه، ووزنه 58 كيلو. ده كان الموتور اللي عمله في 2010، طلع بيه البطاريه، لان معظم الشغل بيبقى الموتور والبطاريه الاساس. وهو اشتغل على اللامينيتد سيل، عملها شيت كده تمام، عامله زي الورقه كده تمام، لامينيتد مسطحه يعني تمام، وطلع منها الاصدار بتاع نيسان ليف. طبعا الار ان دي او الريسيرش اند ديفلوبمنت بتاع نيسان كانوا عاملين حاجه بيسموها سيل ديزاين، هو بيجيب شركات تشتغل عليها. يعني هو مش شرط نيسان، او مش شرط شركه هونداي، او مش شرط شركه فورد، هي يبقى عندها المصنع. التصنيع امره سهل، يعني انت بمجرد ما انت عرفت الفكره والنو هاو وازاي التصنيع ومعاك الناس اللي تعرف تصنع، روح خد خط انتاج في اي حته واعمل البراند بتاعك. ومعظم المصانع بتعمل كده، يعني مش شرط يملك مصنع بالفول كاباستي، هو عنده الناس اللي تعرف تعمل بطاريه. هنروح ناجر المكن تمام، خط الانتاج ده شهر شهرين سنه، نعمل كل البطاريات بتاعتنا وخلاص، مش محتاجين نشتري المكن ده كله. فهو عملوا زي ايه، الناس بتوع البحث والتطوير بتوعهم عملوا اوتوموتيف انرجي سبلاي كوربريشن، او تحالف كده تمام في موضوع البطاريات من خلال شركه نيسان. فعملوا هاي انرجي بيرفورمانس ولايت ويت اند كومباكت، اللي هي فكره ايه؟ ان انا كل ما ازود البيرفورمانس او الاداء بتاع الحاجه واقلل الوزن تمام، يبقى وزنها لايت يعني خفيف، لايت ويت يعني وزن خفيف ومضغوطه. هو ده اللي عملوه في البطاريه دي. يعني الميزه بتاعت اللامينيتد ليثيوم ايون باتري ان هي عامله زي الشيت، عامله زي الورقه كده، افتخنت الورقه، حط منها اربعه في باكج مفيش مشاكل، صغير، عامله زي بطاريات النوكيا زمان لو انت فاكر بطاريه النوكيا بتاعتنا دي. فهي بطاريه شريحه تمام، فالميزه بتاعتها كانت لايت ويت اللي هي وزنها خفيف وكومباكت مضغوطه، وده بدا يزود اللايف تايم بتاعها، يخلي العمر الافتراضي بتاعها يزيد، يخليها لو كوست يعني السعر بتاعها يعني اصغر ارخص تمام، وريلابيلتي اكثر موثوقيه اكثر موثوقيه. فقال لك ذا اوريجينال بلندد كومباوند كاثود،
اللي هي سموها LMO based compatible of low cost and durability. يعني هي اصلا سعرها رخيص واقدر اعتمد عليها وديورابيليتي اقدر الموثوقيه بتاعتها عاليه. تمام اهو السمبليفاينج اوف ثيرمال ديزاين، يعني حتى التصميم بتاعها الحراري بسيط بيستخدم باور اقل. والثيرمال راديشن اللي هي الاشعاع بتاع البطاريه، ممكن يطلع عندي اشعاعات تضر الناس البطاريات دي، فبيقول لك لا هي لو راديشن او الاشعاع بتاعها صغير. بدأ عمل منها مراحل للاوتوموتيف اللي هو الجزء الخاص بالسيارات. تمام خد ادي الكونفنشنال اللي هي التقليدي واللامينيتد. ليه؟ ان الكونفنشنال اكبر ب 2.5 كيلو وات على الكيلو جرام من اللامينيتد، يعني اللامينيتد وزنها اقل. تمام توايس ذا باور، تدي لك باور اللامينيتد اعلى. تمام دبل انرجي، لان انت برضو البطاريه في الاخر هي وات اور، عدد ساعات تفريغ في قدره. تمام كومباكت، ان هي مضغوطه، او فليكسبل باكجينج، ان انا اقدر اجمع منها موديولز واركبهم بسهوله. تمام يعني اللامينيتد اسهل من شغل السلندريكال، فعملوها شريحه. هي دي الفكره اللي عملها او عملتها شركه نيسان. طيب هو بدا يقلل الثيرمال ايشوز، مشاكل الحراريه، ودي اهم نقطه. يعني يمكن انا كنت هدخل في تفاصيل ازاي اقلل بقى درجه، لان الموضوع ده موضوع البطاريات والتحكم في البطاريات، يمكن اخطر حته في التحكم في البطاريات، ازاي اصلا اصنع بطاريه بتطلع اقل حراره وبرضه اتحكم حتى في الحراره الصغيره دي بالباتري مانجمنت سيستم. فهو بيبدا يلعب في حته كيميائيه بحته. تمام الاكسيد الليثيوم بيبدا يتحرك فيه، يبدا يغير في الميتال نفسه او في المعدن بتاع الليثيوم في الطبقات في التخانه، بحيث يتحكم في موضوع التشارجنج والديستشارجنج بتاع البطاريه من خلال المكونات الكيميائيه بتاعته. يعني زي مثلا LiCOO2، اما دي LiNiO2، ده كله بيبقى بناء على الماده اللي بتستخدم، زي ما قلنا البوزيتيف مكون من مكونات الليثيوم، يعني في ليثيوم. تمام يعني اكسيد، تمام مش عارف ايه الليثيوم، اكسيد منجنيز الليثيوم، مش عارف مين الليثيوم. اما الثاني اللي هو السالب بيبقى عباره عن رصاص او جرافيت. طيب هنا بدا يتكلم يعمل مقارنه، زي السيل ديزاين بروفايد هاي كولينج بيرفورمانس، ان والله النظام ده اللي انا عملته اللي هو اللامينيتد سيل باتري ده عمل لي تحسين في موضوع التبريد، ان دي كانت بتسخن السلندريكال وجايب لي اللايرز، وان دي بتسخن لما انا اروح اعمل لها قياس حراري في جهاز حتى بتوع التبريد والتكييف معاهم، بيبدا يقيس لك مش عارف درجه حراره الماسوره، الهواء اللي طالع من التكييف. تمام ده ثيرمال ميجرمنت ديفايس. فلما لقي ان البطاريه لما اتعملت، لان المساحه يا اخوانا اتفردت، يعني عارف انت ايه زي جايب حته عجينه كده وفردتها، فالمساحه لما تكبر يدخل الحراره تتوزع بسهوله عليها، اما لو المساحه صغيره بتسخن اكتر. فاللامينيتد سيل باتري اللي هي المبطنه دي او الشريحه، تمام بتبقى درجه الحراره بتاعتها الهيت ديسيبيتد او القدره او الحراره المفقوده من البطاريه، تمام اقل. تمام لان في توزيع للتبريد بتاعها او الهواء اللي بيلمس سطح البطاريه. طبعا هنا بيتكلم شويه عن الليثيوم باتري سيستم ديزاين اند سيفتي، ودي حته مهمه جدا. ده بقى باتري مانجمنت سيستم، ان هو ازاي اعمل باتري مانجمنت سيستم بي ام اس، ازاي اتحكم في الليثيوم ايون باتري سيستم. فبيقول لي والله احنا جبنا ليثيوم ايون باتري، هندخل انا كنت اشرح بقى حاجات شبه دي، بس لقيت الموضوع لسه انتم محتاجين كذا محاضره عشان ما ندخلش في الكنترول والاي سي هات والكلام ده مرة واحدة، فهنكره الموضوع. نفهم بس شوية وبعد كده ايه هنزود شوية في البطاريات وبعد كده ندخل على الكنترول. فبيقول لي هنا الفيكل اللي هي السيارة الكهربية والباتري باك والموديولز ار ديزاين تو اكت از ا بارير. بارير يعني حاجز. تمام؟ تو بوتنشالي هارمفول ايفنت، يعني انت لازم تأمن الأحداث اللي بيحصل فيها مشاكل. يعني مشكلة السيارات الكهربية كلها والتخوف، تمام؟ ان انا لازم اامن السياره الكهربائيه الالكتريكال فيكل. طب هامن فيها ايه اكتر حاجه خطره؟ الباك اللي هي الباتري باك. يبقى انا لازم العب في ان انا امن الموديول. طب انا لازم امن الموديول، يبقى لازم ادخل في السلم. في السلم لازم ادخل بقى في الريسيستنس ديزاين، يعني انت بتعمل
مقاومة أو تصميم المقاومة الداخلية للبطارية، ندخل في تصميم البطاريات بقى من جوه كمقاومة كريسيستنس، وبتدخل في البروتكشن ديزاين. فهنا أنت لما بتيجي تدخل في السل الواحدة لازم تدخل بقى، هندخل جوه الخلية الواحدة الموديول اللي هو الموجب والسالب كأنها حتة بطارية صغيرة خالص، ونبدأ نشوف الريسيستنس المقاومة. هدي مش عارف شرحت في الأول ولا لأ حتة عن المقاومات والمكثفات والملفات، لازم أشرحها قبل ما أدخل في الحتة دي. تمام، هنا بدخل ريسيستنس ديزاين، يعني انا بصمم المقاومه الداخليه للخليه، وما دمت صممت المقاومه الداخليه للخليه احط شويه خلايا مع بعض يبقوا موديول، احط شويه موديولات مع بعض يبقوا باتري باك، احط شويه او احط باك واحده جوه السياره فبقى عملت لي السياره نفسها. فده بيسموه بروتكشن ديزاين، يعني انا هلعب في حته تصنيع البطاريه كماده من جوه، وبعد ما انا عملت الخليه الواحده ازاي احمي الخليه. ده هدف الدايره دي. تمام، فانا دلوقتي عايز اشوف ايه الهازردز او ايه المشاكل اللي ممكن تحصل ميكانيكيا من البطاريه وكهربيا الكتريكال وحراريا، ولذلك انا هركز بقى ميكانيكيا الحجم بتاع البطاريه، التغليف بتاعها، مش عارف ايه. طب كهربيا، لا الجهد، التيار، ثيرمال. حراريا، درجه حراره البطاريه، درجه حراره الموديول، درجه حراره الباكج كلها مع بعض، فلازم ادخل عليها عشان ابدا بقى ادرس الحاجات دي صح. ما اروحش اقول لا والله درجه الحراره لازم تبقى 40 واحنا خليناها 45، لازم تبقى، لا، في ستاندرد وفي ريجوليشنز. فدي الستاندرد والريجوليشنز اللي اي حد المفروض يبدا يصنع، باتري مانجمنت سيستم او باتري مانجمنت ويدخل عليها. منها تحت الاي اي سي الانترناشونال الكتريك كود، والمفروض بتخضع تمام للايزو، تمام، والمفروض في قوانين حاليا بتتعمل تخضع للساسو اللي هي الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس ومقاييس شركه الكهرباء. فكل شويه هتلاقي ستاندرد وريجوليشن بتحكمك لو انت استوردت بطاريات لازم، ولذلك الحته دي خطيره جدا وفيها شغل كتير جدا. الاكواد والمقاييس دي حاجه يعني من اعلى الحاجات في الشغل، لازم تبقى انت عارف ايه الكود اللي احنا نشتغل بيه في السعوديه زي الاي اي سي، معظم شغلنا في الاي اي سي. تمام، الاف ام في اس والكلام ده كله بيتكلم عن الكنترولر او الباتري مانجمنت سيستم بيخضع لانهي بروتوكول وبيخضع لانهي تمام ستاندرد. طيب هنا طبعا جاب لي اهو نفس السلايد اللي كانت اللي فاتت دي، هاي انرجي بيرفورمانس والوزن اقل والكلام ده، وجاب لي هنا ان الميكانيكال سيل سبورت لازم ادخل جوه السيل زي ما قلنا في الريسيستنس، والثيرمال مانجمنت لازم اتحكم واعمل تحكم حراري، مانجمنت ثيرمال حراري، والووتر بروف لازم يبقى الباكج دي محميه، افرض مطرت او السياره دي دخلت جوه ميه مثلا في برك ميه في ايام المطر، فلازم تبقى محميه من الميه، ووتر بروف. تمام، والانسيوليشن العزل لازم تبقى معزوله تماما، هي داخله معاها في الووتر بروف بس العزل ده تمام غير الووتر بروف، العزل الحراري بيسموه. واللي اوت فيرزابيلتي اي تي سي، يعني هو عايز التصميم نفسه، شكل التصميم نفسه ممكن يخليني او اللاي اوت الديزاين يقدر يديني تبريد، يقدر يديني وضع احسن، يقدر يديني وزن اخف في الباتري باك. بعد كده لما جيت اتكلم دلوقتي عن ان البطاريه لازم تبقى محميه شويه من ضد العوامل الجويه زي حكايه الووتر بروف دي، فقال لك والله احنا بنيجي على حاجه بنسميها الباتري كيس از ميد فروم ستيل to create a sealant structure. يعني ايه sealant structure؟ معزول. يعني انت ادي الجسم بتاع البطاريات، وادي الموديولز، وادي مش عارف طالع الموجب والسالب ورايحين للكنترول اللي هو الباتري مانجمنت سيستم مع الموديولز. طيب هل هنسيبهم كده نركبهم جوه السياره وخلاص؟ لا، ده بيروح جايب الكفر ده تمام، واي حته فيها فتحه بيحط عليها سيلنت زي الرابر كده يقفل، بحيث لو انا خدت كل الباكج بتاعت السياره دي ودخلتها جوه مسبح فيه ميه مش هتدخل نقطه ميه جوه. تمام، فده مهم جدا ان يعني سؤال ناس كتيره بتساله، السياره الكهربائيه دلوقتي لو دخلت جواها ميه هتخرب؟ لا، محميه يا حبيبي، عاملين الحساب بتاع الحاجات دي، سيلد ستراكشر، يعني التركيب بتاع البطاريه معزول عن العوامل الخارجيه والميه والكلام ده. الباك يوزز اهي اروبست انتيريور اوف ماتيريال اوف ميتال فليكسبل تو سكيور الكومبوننت، يعني هو بيجي تمام جوه يستخدم مواد من المعدن والتقفيل الممتاز للباتري باك
عشان تبقى سكيور آمنة. والله لو دخلت فيها أي حاجة تبقى ضد المية وبتبقى ضد النار كمان، تمام؟ يعني تبقى الحاجات دي فاير ريتد بيسموها. لو عديت على حاجة فيها نار تحت، هل الحاجات دي هتأثر البطارية؟ ممكن تولع. والسؤال ده على فكرة ناس كتيرة جدا بتسأله في المنتديات بتاع السيارات الكهربية. يقول لك طب أنا لو في حاجة سخنة ولا في مش عارف نار البطاريات دي هتولع. لا، معمول لها حساب إن هي تتحمل لحد درجات معينة، تمام، من الحرارة، زي أنظمة الفاير ألارم مثلا والفاير فايتنج. لما أجي أستخدم سلك يقول لك لا، لازم يكون السلك يعني إيه مضاد للنار، وإلا السلك أول حاجة هتسيح. فهو بيجيب لك فاير بروفد أو محمي ضد النار. فمهم جدا تبقى عارف إن البطاريات بتيجي باكج متقفل كويس جدا، تمام، محمي ضد العوامل الجوية. بياخدوا أهو، بص، بياخدوا الباكج ويحطوها في مسبح. يعني شايف هنا أهو الرسمة أهي، واخد البطاريات الباكج وحاططها في مسبح، بيعمل لها تيست لمدة ساعة هي ومغمورة تماما، وبيقول لك نو ليك، مفيش تسريب، انتو ذا باك. فالسؤال ده خطير جدا، ناس كتيرة بتسأله. يعني أهم حتة يقول لك يا عم طب لو الدنيا بتمطر هنا في السعودية على طول في الشتاء، والسيارة من تحت دخلت المية، دخلت البطاريات، هتخرب؟ مش هتخرب، مش هتدخل. طب في غبار هيدخل؟ مش هيدخل. لو انت فكيت بطارية بعد 10 سنين وما كانش فيها صيانة هتلاقي كأنها جديدة جوه، تمام؟ فالباكج اللي معمول بيتم اختبارات بالغمر، يعني بيغمر الباكج كله. يعني في ناس بتحطها تحت عمق متر و2 متر، بحيث حتى الضغط اللي فوق المية لو اتضغطت، لو اتغمرت، يعني لو السياره دي وقعت في نيل، في مصرف، في ترعه، في مش عارف مين، حصل اي حادثه، دخلت في البحر الاحمر، تمام، وقعدت شويه، انا دخلت بالسياره بتاعتي ناحيه الساحل بتاع البحر ووقفت، هل المايه لو دخلت هتملا؟ لان المصيبه كلها ان الناس كلها خايفه ان دي كهرباء، وفعلا بطاريه لو انا جبت اي حاجه ودخلت فيها مايه ممكن فعلا تولع، يحصل شورت سيركت. يعني الاعمده بتاعت الاناره اللي في الشوارع كل شويه تلاقي عمود حصل فيه مشكله، نتيجه ايه؟ الميه بتدخل جوه العمود، بتلمس طرفين، تمام، فبتروح عامله لي شورت سيركت. فنفس القصه، الناس يقول لك لا ده بطاريه، والبطاريات دلوقتي هنشوف ان هي بتوصل ل 920 فولت دي سي، وده رقم على فكره مش سهل. يعني في بطاريات بيبقى فيها يجي 1000 بطاريه من جوه، في بطاريات فيها 200، في بطاريات فيها 500. فان انا اوصلها ل 920 او 1000 فولت، ده رقم كبير في الدي سي. 1000 فولت دي سي كبير، يعني 1 كيلو، تمام. فانت لازم تبقى عارف ان الباك او الباتري باك اللي هي حزمه البطاريات بتبقى متقفله تماما، ودي هتفيدك جدا في الصيانه لو حد اشتغل صيانه او سأل.